بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم درس جديد من دروس دوره يوز اونلاين مقدمه من قبل فريق اسس. معكم خلدون يلداني، مكملين ببحث العقديه وحننهي ان شاء الله بهذا الدرس. الفكره الجديده اليوم اللي حناخدها هو الشكل المثلثي للعدد العقدي. قال في حال كان عندي عدد عقدي ممثل على جمله احداثيات، هذا المحور هو المحور التخيلي وهذا المحور هو المحور الحقيقي، وهذا العدد هو العدد العقدي. هاي الزاوية ولتكن تيتا، إذن هاي الزاوية زاوية العدد العقدي مع القسم الحقيقي، يعني الزاوية اللي بيصنعها مع الجزء الموجب للقسم الحقيقي. لاحظوا في حال أسقطنا، فمثلا إذا كان العدد العقدي Z يساوي A زائد IB، هذا هو العدد العقدي، فالقسم الحقيقي حيكون A والقسم التخيلي حيكون B، يعني هي كمان حتكون B. لاحظوا أنه تشكل عندي مثلث قائم. بهذا المثلث القائم إذا أخذنا كوساين التيتا، طبعا هذا بيعبر عن شو؟ هذا الخط بيعبر عن طول Z، يعني طويلة العدد العقدي Z. كوساين التيتا من المثلث القائم هاد، كوساين التيتا هو المجاور على الوتر، يعني A يعني القسم الحقيقي على طويلة Z، فنستنتج أن القسم الحقيقي يساوي طويلة Z بكوساين التيتا. أيضا ساين التيتا المقابل على الوتر، يعني B القسم التخيلي على طويلة العدد Z، فنستنتج أن القسم التخيلي يساوي طويلة العدد Z بساين التيتا. إذن بس عم بضرب، يعني معناتها هذا العدد العقدي اللي هو Z يساوي A زائد IB، أنا بقدر أكتبه بالشكل Z يساوي طويلة Z ضرب، إذن بدل A عم حط هاد، طويلة Z ضرب كوساين التيتا زائد I بطويلة Z ضرب ساين التيتا. إذا بدل ال B حطيت الشيء اللي طلع معي اللي هو طويلة Z. إذا طلعت طويلة Z عامل مشترك، فحيصفى معي كوساين التيتا زائد I ساين التيتا. إذا هذا مين؟ هذا Z. بدل طويلة Z حأرمز بالرمز R. إذا الرمز R هو يعبر عن طويلة العدد العقدي Z. بدل هذا التركيب كله اختصارا أنا بكتب سيس تيتا. طبعا هاي الزاوية لازم دائما تكون نفسها هاي الزاوية، وهي الإشارة لازم دائما تكون زائد، فبدل هالتركيب كله أنا ححط سيس تيتا، فهذا بسموه الشكل المثلثي للعدد العقدي. Z يساوي R بسيس التيتا، R هي طويلة Z والتيتا هي الزاوية التي يصنع العدد العقدي مع القسم الحقيقي للجزء الموجب للقسم الحقيقي. طيب هلأ الفكرة أنه في حال العدد العقدي كان هون أو كان هون أو كان هون أو كان هون، كل واحدة من هدول اسمهم ألفا 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 ألفا، تمام؟ هي ألفا واحد، ما حنرقمهم، يعني ما في دائرة ترقيمهم. نحن بهذا الجزء طالما هو بالجزء أو الربع الأول، يعني الجزء الموجب بالتخيلي والموجب بالحقيقي بالربع الأول، فبقول مباشرة إنه تانجنت التيتا يساوي B على A. معناته حتى أحسب تانجنت التيتا شو هي، يعني الزاوية، أنا بكفي أخذ arc tangent أو التانجنت الناقص واحد لB على A مباشرة، لأنه بالربع الأول، بالربع الأول العدد العقدي ما بيعذب، لكن بالربع الثاني بيعذب شوي، وبالثالث بيعذب شوي، بالرابع بيعذب شوي. شلون؟ أول شيء نحن بدنا نتفق على شغلة، على مصطلح اسمه arg z. arg z
يلي هو الألفا، هو مو تيتا نفسها، ألفا يساوي تانجنت ناقص واحد. إذا ألفا اللي هي إما هاي أو هاي أو هاي أو هاي حسب تموضع العدد العقدي، كان بالربع الأول ولا بالربع الثاني، باخد أنا القيمة المطلقة للقسم الحقيقي على القيمة المطلقة للقسم التخيلي، عفوا على القيمة المطلقة للقسم الحقيقي. إذا لاحظوا مرة ثانية، تانجنت التيتا هو بي على A، بي على A من هذا المثلث، فأنا هعتمد على مصطلح اسمه أرج زد هو ألفا، هو دائما تانجنت الناقص واحد لا القيمة المطلقة للقسم التخيلي على القيمة المطلقة للقسم الحقيقي. بس النقطة انه انا وقت بحسب هاي الالفا بكون عم بحسب هاي الزاوية مثلا بهذا الربع، او هاي الزاوية من هون لهون، او هاي الزاوية، بس فعليا الا نحن انه التيتا اللي هي زاوية العدد العقدي، التيتا تعبر عن الزاوية التي يصنعها العدد العقدي مع القسم الحقيقي، هي الزاوية لا مع القسم الجزء السالب من القسم الحقيقي، مو الجزء، معناتها هي هي التيتا لهذا العدد، التيتا هي هي لهذا العدد، هي هي كلها لهذا العدد هي هي، معناتها وقت بيكون عنا بالربع الأول هي نفسها الألفا، إذا بالربع الأول هي تيتا نفس الألفا اللي بحسبها من تانجنت الناقص واحد للقيمة المطلقة لبي على A، قيمة المطلقة لبي على القيمة المطلقة لA. أما بالربع الثاني فالتيتا بتكون بي ناقص ألفا، هي بي ناقص ألفا بيوم بيطلع معي هذا الجزء. بالربع الثالث التيتا بتكون بي زائد ألفا، لاحظوا هي بي زائد ألفا، فالتيتا يعني زاوية العدد العقدي بتكون بي زائد ألفا. بالربع الرابع التيتا بتكون 2 بي ناقص ألفا. طيب هلا في حال كان عندي عدد عقدي زد واحد يساوي R1 بسيس أو سيس التيتا واحد، زد 2 يساوي R2 بسيس التيتا 2. طيب زد 1 ضرب زد 2 يساوي R1 ضرب R2 بسيس تيتا 1 زائد تيتا 2، يعني أنا بجمع بضرب العدد العقدية بضرب الطويلات وبجمع الزوايا بالقسمة، أنا بقسم الطويلات وبطرح الزوايا، زاوية البسط ناقص زاوية المقام. طيب إذا أجيت أنا الزد واحد أخذته أس إن، فبقول آر واحد أس إن ضرب سيس وبضرب هلأ الإن بالزاوية، الموضوع كتير كتير بسيط. هيك خلصنا الشق النظري، نجي على التمارين لحتى نشوف مجموعة من الأفكار. في حال كان عندي أنا هذا هو المحور التخيلي وهذا هو المحور الحقيقي، جيت أنا رزمت أو كان عندي العدد عقدي زد واحد على القسم الحقيقي مسقطه جذر 3 وعلى القسم التخيلي مسقطه 1، وعندي أيضا عدد تاني زد 2 على القسم الحقيقي ناقص 2 وعلى القسم التخيلي 2 جذر 3، بده يعني أوجد زد 1 ضرب زد 2. أول شيء خلونا نكتب زد 1، زد 1 القسم الحقيقي تبعه قديش؟ جذر 3 زائد 1 القسم التخيلي يعني I بس. القسم العدد العقدي زد 2 القسم الحقيقي تبعه ناقص 2 والقسم التخيلي 2 جذر 3 بآي. هلأ ضربهم، يعني أنا بدي أضرب جذر
جذر 3 زائد اي بناقص 2 زائد 2 جذر 3 بي اي. بيجي بضرب جذر 3 بناقص 2 بيطلع معي ناقص 2 جذر 3. هلا بضرب الاي بناقص 2 يعني ناقص 2 اي. هلا بضرب الجذر 3 ب 2 جذر 3 يعني بتصير 6 اي. بعدين بضرب الاي ب 2 جذر 3 اي بتصير اذا الاي بي اي هي اي مربع فبتصير اشاره ناقص 2 جذر 3. يعني ناقص 4 جذر 3 زائد 4 اي. بطلع الاربعة عامل مشترك فبصفى معي ناقص جذر 3 زائد اي. ليش طلعنا الاربعة عامل مشترك؟ فكاهة. مثال بعده، اذا كان عندي زد 1 على زد 2 يساوي 2 بكوساين ال 65 زائد اي بساين ال 65 على ساين 70 زائد اي بكوساين 70. أوجد طويلة زد 1 على زد 2. طويلة زد 1 على زد 2 هي طويلة زد 1 على طويلة زد 2. لاحظوا مباشرة طويلة زد 1 قديش؟ 2. طويلة زد 2 بما أنه مو مضروب برقم فالرقم 1 معناته 1 فالجواب مباشرة 2. شوف مثال بعده، إذا كان عندي عدد عقدي هي ناقص هي 2 هون هي ناقص 2، اذا هذا زد. اوجد زد اس 4. زد اس 4 يساوي قديش؟ اول شيء خلونا نحسب طويله زد اللي هي شو، اللي هي ار، يساوي تحت الجذر القسم الحقيقي يعني ناقص 2 مربع 4 زائد القسم التخيلي 2 مربع 4 فبيطلع معي جذر 8 يعني 2 جذر 2. تعالوا نحسب الألفا. الألفا هي تانجنت الناقص واحد، تانجنت الناقص واحد أو الارك تانجنت للقسم الحقيقي أو القيمة المطلقة للقسم التخيلي، عفوا تخيلي على القيمة المطلقة للقسم الحقيقي يعني 2. يعني تانجنت الناقص واحد للواحد يعني يفترض يكون 45 درجة أو بي على 4. بس هاد هو ألفا، أما زاوية العدد العقدي تيتا هي بي ناقص بي على 4. ليش؟ لأنه موجودة العدد العقدي موجود بالربع الثاني فبصير معناه 3 بي على 4. إذن هي هي الزاوية الحقيقية للعدد العقدي. صار عندنا العدد العقدي زد يساوي ار اللي هي 2 جذر 2 بسيس 3 بي على 4. هو شو بده حبيبنا؟ بده زد أس 4. فزد أس 4 هي ما 2 جذر 2 أس 4 بسيس 4 ضرب 3 بي على 4. الأربعة بتروح مع الأربعة كمل هون. زد أس 4 صار معنا 2 جذر 2 أس 4 يعني 64 يعني ربعوها بتطلع 8 رادي ربعوها بتصير 64 بتصير معنا سيس 3 بي هي فعليا كوساين 3 بي زائد اي ساين 3 بي. كوساين ال 3 بي هي ناقص 1 يعني عند البي هي وهي يفترض تصير 0 فالجواب مباشرة ناقص 64. شوف المثال بابا، إذا كان عندي زد يساوي 3 ناقص 4 اي، ارك زد يساوي الفا، أوجد ساين الفا زائد سك الفا. المثلثات حيضلوا لاحقين لنهاية المادة 2، اللي ما له فهمان المثلثات فات بالحيط. المهم الالفا او الارك زد الارك زد خلونا نحسب تانجنت الالفا. تانجنت الالفا هو القيمه المطلقه للقسم التخيلي يعني 4 على القيمه المطلقه للقسم الحقيقي، اذا تخيلي على حقيقي يعني 3.
طيب نلجأ للمثلث القائم. في حال كانت هي ألفا، فالمقابل على المجاور معناته الوتر 5. طيب هذا العدد العقدي بأنه ربع؟ تعالوا نشوف. إذا رسمنا عم يقول لك القسم الحقيقي 3 والقسم التخيلي ناقص 4، معناته العدد العقدي بالربع الرابع. بالربع الرابع الساين موجب والكوساين سالب. ما؟ برافو عليك. لا يا ابني، الكوساين موجب والساين سالب. طيب معناتها هلا ساين الالفا زائد سك الالفا هي ساين الفا زائد 1 على كوساين الفا. طيب ساين الالفا هي المقابل على الوتر، يعني عنا 4/5. بس بما انه الزاوية او العدد العقدي موجود بالربع الرابع فالساين بيكون سالب. زائد 1 على كوساين الالفا هو المجاور على الوتر، يعني 3/5، والكوساين موجب فبتضل هي الاشارة موجب. يعني بصير معنا ناقص 4/5 زائد 5/3. بعد عملية توحيد مقامات معقدة جدا 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 بيطلع معنا الجواب 13/15. مثال بعده، إذا كان عندي العدد العقدي هاد زد، حاطي لك هون 6. شو يعني 6؟ معناتها طويلة العدد زد 6، وحاطي لك هي 30، يعني الزاوية تبع هذا العدد العقدي 30، أوجد زد أس 20. هلأ هذا العدد العقدي هو R بسيس التتا. الR عنا ياها 6 بسيس الثلاثين، إذن هاد مين؟ زد. زد أس 20 هي 6 أس 20 بسيس 20/30، إذن بضرب القوة بالزاوية، فبصير معنا 6 أس 20 بسيس 20/30 600. الستمية هي 240 زائد 360، فبقول 6 أس 20 بسيس 240، يعني 6 أس 20 بكوساين 240 زائد I ساين 240. ما بيصير يضل عنا كوساين وساين، حسب الجواب طبعا بيبين معنا بالامتحان. فكوساين 240 هي ساين 270 ناقص شو؟ أو عفوا هي كوساين، هي كوساين 270 ناقص 30 زائد I بساين 270 ناقص 30. إذن أنا حولت 240 ل 270 ناقص 30. 270 ناقص 30 فبتصير ناقص ساين 30، وهي بتصير كمان ناقص كوساين. إذا النسبة عم تقلب، لأنه الـ 270 هي 3 بي على 2 فبتقلب النسبة، وبالربع الثالث بالربع الثالث ساين الكوساين سالب والساين أيضا سالب، فبتصير ساين 30، وهون عنا 6 أس 20، يعني الجواب 6 أس 20 ساين 30 هي ناقص نص ناقص I بجذر 3 على 2 اللي هي كوساين 30. نشوف المثال الأخير بهذا الدرس. إذا كان عندي زد واحد يساوي كوساين 40 ناقص I ساين 40. طبعا أنا بنصح نشوف دروس السنة الماضية أيضا، لأنه فيها أمثلة إضافية. نحن عم نحل تمارين كل درس تقريبا، بنصح هذا السؤال، هاي النصيحة يا ابني، شوف دروس السنة الماضية ودروس هاي السنة. أول شيء شرحين، تاني شيء أمثلة مختلفة. مشان اللي عم يقول إنه ما في أمثلة كافية، شوف دروس السنة الماضية ودروس هالسنة، فبتحصل على أمثلة كافية بإذن الله تعالى.
إذا أعطينا العدد العقدي زد واحد يساوي كذا وزد اثنين يساوي كذا، بده arg زد واحد مربع بزد اثنين. بسيطة. لاحظوا هي الإشارة شو ناقص، ما بصير تكون إشارة هي ناقص، لازم تكون زائد. فشو بتحرك؟ الكوساين صحيح ما في سالب بقلبه، بس كوساين 40 أنا بقدر أكتبها كوساين الناقص 40، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، لأنه أساساً الكوساين بيبلع الإشارة، فحطيتها ما حطيتها الإشارة للزاوية نفس الشيء. هاي الناقص حفوتها لجوا، بتصير زائد I ساين الناقص 40، يعني صار هذا العدد هو سيس الأربعين. طبعاً الR واحد. زد 2 هو سيس الـ160. طيب هو بده زد 1 مربع ضرب زد، زد 1 مربع هو سيس، طبعا هي ناقص 40، سيس الناقص 40 الزاوية ناقص 40، هو سيس الناقص 8. ليش ضربت الاثنين بـ40؟ وعنا زد 1 زد 2 هو سيس الـ160. فهلا زد 1 مربع ضرب زد 2 هو سيس الناقص 80 زائد 160، فبيطلع معنا سيس ال 80. هو بده فقط الارج، معناتها الارج يساوي شو لهذا الاختراع كله؟ يساوي 80. هيك بيكون انتهى هذا الدرس. أتمنى لكم كل التوفيق. إلى اللقاء.